الحلقه على هذا اللقاء. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، وعدنا من جديد ولنا لقاء مع الاستاذ محمود كامل السفير بالمركز المصري للسلام العالمي برئاسه المستشار محمد كمال علام. اهلا بحضرتك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. بمناسبه افتتاح شركه اي تي فريندز للدعايه والاعلان برئاسه الاستاذ تامر عادل، تحب تقول ايه النهارده؟ احنا كلنا جايين النهارده نقول للاخ تامر الف الف مبروك على الشركه، وكلنا جايين نسانده، وده نموذج مشرف للشباب، ونتمنى ان جميع الشباب يحظوا مثل الاخ تامر، وهو يمكن بدأ من الصفر وبدأ يشتغل في الواجهات والدعاية وإعلان، وبدأ يشوف شغل وهو اللي بيجري، والحمد لله ربنا يوفقه. وكل المجموعة اللي جاية تقول له ألف ألف مبروك. أكيد طبعا يا فندم، وجودكم النهاردة شرف عظيم وشرف كبير بالنسبة للأستاذ تامر عادل، وأكيد هو عريس الليلة وفرحان ومبسوط بوجودكم، خصوصا أنه هو دلوقتي حاسس أنه هو حاجة كبيرة بالنسبة لنفسه وفي نفسه، وفي ثقة خصوصا في وجود معاليكم. أنا يمكن جاي النهاردة نائبا عن المركز المصري للسلام العالمي، بقدم له التهنئة بكادة محمد الدكتور محمد علام. طبعا مش هقول ان انا تبع الفلاحين، لكن نقيب الفلاحين النهارده موجود، فاذا حضر الماء بطل التيمم. فانا جاي النهارده نائبا عن المركز المصري للسلام العالمي، بقدم له التهنئه وبنقول له احنا كلنا معاك، كلنا وراك، ربنا يوفقك، ربنا ينجحك، لان ده نموذج محترم وكلنا بنشجع الشباب. النهارده يمكن نسبه البطاله زادت بطريقه كبيره، فنتمنى ان كل الشباب كل واحد بقى يعتمد على نفسه، الحكومة مش هتدي حاجة ولا تعمل حاجة، فخلاص كل واحد بقى يعتمد على نفسه وربنا معاه. أكيد طبعا يا فندم، كلمتك مهمة وإيجابية، خصوصا هتأثر على الشباب. يعني إن شاء الله ابن حضرتك ناوي يكمل مع الأستاذ تامر؟ إن شاء رب العالمين، ربنا يوفقهم كلهم جميعا، وإحنا برضو معاهم هنساعد على قد ما نقدر. أكيد. فكلنا مع الشباب وربنا يوفق الشباب. أكيد طبعا وجودكم شرف ووجودكم ثقة بالنسبة للأستاذ تامر. كلمة أخيرة تحب تقولها للأستاذ تامر ووالد الأستاذ تامر الحاج عادل علي اللي شرفنا النهاردة طبعا، وفخور بابنه وفخور على العمل الجبار اللي ابنه عمله والحدث العظيم والصرح العظيم اللي هي شركة الدعاية والإعلان اي تي فريندز. تحب تقول ايه كأب للأستاذ تامر؟ تقول له ايه؟ أقول له ألف ألف مبروك، ربنا يوفقك، وكلنا معاك، وده نموذج مشرف إن هيشتغل مع شباب، وفي شباب كتير هيشتغل معاه والعمالة هتشتغل، وربنا معاه، ربنا يوفقه. أكيد طبعا يا أستاذ محمود كامل، أنا بشكر حضرتك يا معالي السفير، حضرتك سفير بالمركز المصري للسلام العالمي، وأكيد بتبص يعني السلام في كل مكان، مفيش ولا حفلة ولا ندوة ولا مؤتمر إلا بشوف معالي السفير محمود كامل، ويعني راجل محترم بيحب الصغير قبل الكبير واحترم الصغير قبل الكبير، وده اللي أنا لمسته مع حضرتك. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا لك وشكرا للسادة المشاهدين. ألف شكر.